الاشجاع والعطاش الى البر فانهم سيشبعون. نيالك الشخص بيبقى عطشين وجوعين للقديسة. هي سيدنا يسوع المسيح عم بيقول رهيب رهيب الرب رائع بتعبيره. بس يقلنا نيالكم اذا بتكونوا جوعينين واذا بتكونوا عطشانين للقديسة. من وسط الصحراء من مجد اسمك يا رب بنقول لك احنا عطشانين للقديسة. احنا عطشانين يا رب للقديسة. احنا عطشانين انه اكتر شيء نقدر نروح على القديس ونتناول جسدك ودمك الطاهر. احنا عطشانين يا رب لكل مرة نسمع فيها كلامك المقدس. عطشنا يا رب اكتر لهاللحظات. يعني تخيلوا اذا نحن ربنا عم بيقلنا طوبى للجياع والعطاش الى البر. نحن نجاوب مع كل وجدو نقول يا رب بس نفتح عينينا ونصلي ايدنا عوجنا يا رب انا جوعين اليوم اني اطلع قديس. انا عطشان اليوم اني اسمع كلامك دكتور. انا جوعين يا رب اني روح على القديس. يا رب جسدي ونفسي وافكاري وقلبي وكل حواسي عم بتجوع انها تسمع كلامك. نيال الاشخاص الاتقياء يلي ربنا بيعطيهم النعمة وبيصيروا يجوعوا زيادة للقديسة. شو الشخص الطاقي اصلا يعني؟ الشخص اللي بيعرف طريق القديسة اللي بيعرف طريق الصلاة بيعرف يصلي بيعرف يخدل هيك البوزيسيون اللي فيها بتعبر جسده ونفسه بيبقوا اثنيناتهم مركزين الرب قدام. طوبى للجياع والعطاش الى البر. نيال الشخص اللي بيبقى جوعين عطشين لكرسي الاعتراف. هيدي المشكله الكبيره عند العالم. طيب بدك تطلع قديس بدك تزت عنك خطوياك وتخلي سلطة الكاهن اللي تحررك. مش الكاهن سلطة الكاهن. سيدنا يسوع المسيح اللي بيعطيك الحل عبر الكاهن مش الكاهن. وأكترية العالم بيقولوا لك إنه خوري بغلط خوري بيطلع برة الطريق خوري شو يلقوا أعذار ما يروحوا على اعتراف. طوبى للجياع والعطاش إلى البر. نيال كل شخص بيبقى عطشان مشان يصلي الوردية. قال له الرب اشني حابب هيك لقي وقت تمشان اركع قدام أمك الطاهرة المقدسة وصلي. حلو الواحد يكون عطشان وجوعان لأنه يجي على القديس قبل بوقت. يا رب أنا هاللحظات اللي بدي يجي قبل بوقت بدي حضر حالي. أنا جوعين عطشين أقعد أنا وياه. أنا جوعين وعطشين أقعد أنا وياك. اطلبوا من الرب هالنعمة. قولوا له يا رب أعطيني إني جوع أكتر للقديسة تمشي أستحق الطوبة. أعطيني يا رب إني جوع لأعمال الخير. أعطيني يا رب إني جوع وقت شو اطلع وين بدي لقي شخص محتاج وانا اركض تساعده. اعطيني يا رب النعمة تمشي نجوع اني حط صليبك ومسبحتك بجابتي. اعطيني يا رب الجوع كل لحظة اني اقرأ الانجيل. اعطيني يا رب هالجوع العطش الرهيب يوصل لمحل حس انا من دون ما اقرا الانجيل مش عم بعرف اعيش. يا رب كلامك حي. كلامك ما حدا في يعمل مثله. ما حدا في لقي مثله. كلامك في حياة في حب في غفران في فرصة تانية في فرصة عشرة قد ما بدك فرص. اعطيني يا رب هالنعمة. اعطينا كلياتنا النعمة يا رب ان نجوع ونعطش لأعمال الخير للقديسة للتأمل لقراءة الإنجيل للصلاة يومية. نبلش نهارنا نحن وياك نختم نهارنا نحن وياك. آمين آمين آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا.